السلام عليكم. في إطار استرسالنا في قراءة لكتاب سحر الكلمة للدكتور إبراهيم الفقي الكاتب والمحاضر العالمي، نشرع إن شاء الله في البدء في الجزء الثالث من الفيديوهات. قدمنا الفيديو الأول، الجزء الأول، والفيديو الثاني، الجزء الثاني أو الحلقة الثانية. الآن نشرع في تتمة أجزاء الكتاب إن شاء الله في هذا الجزء، فنشرع بإذن الله في الجزء الثالث أو الحلقة الثالثة. يسهل المؤلف هذا الجزء بالعبارة التالية: أكثر الناس يشعرون بأنهم محظوظون إذا كان لديهم العديد من الأصدقاء الحقيقيين، حتى إذا لم يكن عدد هؤلاء الأشخاص لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولكن من هو الصديق الحقيقي بالضبط؟ إن تعريف الشخص للصديق الحقيقي هو الشخص الذي يتقبلني كما أنا بكل ما لدي من عيوب ومميزات ونقاط ضعف ونقاط قوة، ولذلك فأفضل موقف لصديقي المخلص تجاهي يمكن تعبير عنه بعبارات مثل: إنني أعجب بك بسبب، وأحبك برغم. هذا هو الصديق الحقيقي الذي أعنيه. وطالما كان المرء يكسب صداقات ويخسر صداقات أخرى بفعل أقواله، فإن لغتك، ولا أعني مجرد الألفاظ بل الطريقة التي تنطق بها تلك الألفاظ، تصبح ذات أهمية شديدة. وسنتحدث في هذا الفصل عن كيفية النطق بالألفاظ المناسبة بما يمكن من تكوين صداقات قوية ودائمة والحفاظ عليها من خلال علم نفس المحادثة. وعندما تقوم بذلك ستجني فوائدا كبيرة منها: الصديق المخلص هو الذي سيقف إلى جانبك وقت تأزم الأمور، ولن يتخلى عنك عند بادرة الخطر، بل سيمنحك الدعم الكامل. الصديق المخلص يثق بك ويؤمن بك كلية مهما حدث، وكما تقول الحكمة القديمة: لا تفسر أفعالك لأحد. فأصدقاؤك ليسوا في حاجة لتفسيرات، وأعداؤك لن يصدقوها. إنك لست في حاجة لأن تثبت نفسك لشخص ما لتحتفظ بصداقته المخلصة. مهما قلت ومهما فعلت، اعلم أن صديقك المخلص سيتقبلك كما أنت، ولن ينتقد ذلالاتك أو عيوبك الشخصية، وعلى الرغم من أن تلك العيوب لن تروق له بطبيعة الحال، لكنه سوف يتحملها عن طيب خاطر، فيما سيثني على ميزاتك وخصالك الحميدة أمام الآخرين. عندما تفوز بصداقة أحد ستفوز باحترامه أيضا، فالأصدقاء المخلصون سيحترمونك ويحترمون قراراتك وأفعالك، وسيبذلون قصارى جهدهم كي يساعدوك عن طيب خاطر. الصديق المخلص لن يتكلم عنك باستخفاف أبدا أمام الآخرين، بل على العكس سيبذل كل جهده لإخماد الشائعات والنميمة التي تحط من شأنك أو تسيء إلى سمعتك، ولن يتلفظ في غيابك بشيء يخشى أن يقوله في وجودك. بينما تتعلم خطوات صنع صداقة حميمة، ستتحول إلى خبير في فن العلاقات الإنسانية، ذلك لأن تكوين الصداقات والحفاظ عليها أمر يتطلب اللباقة والبراعة والدبلوماسية. هنا عنوان في الكتاب: إرشادات لجني فوائد الصداقة. قلت في الفصل السابق بأن أسلوب تصرفك تجاه الآخرين ينعكس على تصرف الآخرين تجاهك، ولذلك فأول نقطة يجب ألا تنساها فيما يتعلق بتكوين الصداقات هي أنك إذا أردت أن تأخذ فعليك أولا أن تعطي، فمن المستحيل أن تعطي شخصا ما ولا تحصل على مقابل.
إن الإنسان ضيق العقل قصير النظر كثيرا ما يأبى أن يبذل من نفسه، لأنه يعجز عن أن يدرك كيفية الاستفادة من وراء ذلك العطاء، ولذلك فهو لا يجد المقابل لأنه لا يبذل شيئا. ولا زالت الحقيقة العامة تنطبق حتى على هذه الحالة، فلقد حصد بالضبط ما زرعه وهو لا شيء. أما الإنسان بعيد النظر فهو يبذل من نفسه دون انتظار أي مردود أو أي مكاسب، وهو يكسب الصداقات بسبب سلوكه هذا. وبالتالي وأول إرشاد لدينا هو أن يبذل المرء أولا من نفسه، أبذل ما في وسعك لتسعد الآخر وتساعده على تحقيق النجاح، وتعود عليك الفائدة بتكوين صداقات حميمة أكثر مما كنت تعتقد، كما سيمد لك هؤلاء الأصدقاء يد العون من أجل نجاحك تماما كما فعلت وأكثر. عنوان آخر: إقامة صداقة متينة. قد تقول لي إنك في وضع لا يمكنك من أن تمد يد المساعدة للآخرين، ولكن هذا ليس ضروريا، فيمكنك أن تستخدم هذا الأسلوب لكسب أصدقاء جدد مهما كانوا، وسواء كان رئيس العمل أو العاملين لديك أو زملاء عملك أو شريكي حياتك أو حتى أطفالك. كل ما يتعين عليك هو الثناء على أفعال الآخر. إن السعي وراء الثناء والإطراء يعد من ضمن الرغبات البشرية الأساسية، فكلنا نود أن يثني علينا الآخرون وعلى عملنا، فثناؤك على الآخر يجعلك تكسبه كصديق مخلص، فسيقع في حبك بسبب إطرائك له، فقل له كم كان أداؤه رائعاً، أو أنك لم تكن لتستطيع المضي قدما لولا جهوده، وكم سيسعدك لو كنتما صديقين. وكن سخيا في ثنائك، فلا حد للثناء إلا إذا وضعت أنت حدا له. فلا تكن بخيلا فيما يتعلق بتوزيع باقات الأزهار، فإنها لن تكلفك شيئا. والأهم من كل هذا ألا تتصرف كما لو كنت تتوقع مقابلا لثنائك، ولا تجامل أحدا بشكل يجعلك تظهر وكأنك تنتظر منه أن يحرر لك شيكا كأجر على مجاملتك. فالمجاملة والثناء يشبعان عدة حاجات أساسية داخل المرء، ومنها الحب والأمان العاطفي، استحسان وقبول الآخرين، إنجاز شيء يستحق العناء، تقدير الجهود والتقدير لقيمة الإنسان، الشعور بتقدير واحترام الآخرين، الشعور بالانتماء لمكان أو لجماعة ما، الشعور بالقوة الشخصية، والرغبة في الفوز والتفوق والحصول على أعلى المراتب. بمجرد الثناء على شخص أنت تشارك في إشباع كل تلك الرغبات، فمن المنطقي جدا أن تسير على درب الثناء. كن متأكدا من آن لآخر سيحلو له أن يكون صديقا لك متى تلقى مثل هذه المعاملة منك. عنوان آخر في الكتاب: وسائل جيدة للثناء على الآخرين. في العلاقات الزوجية الناجحة نجد أن الزوجين يتعاملان بكونهما أصدقاء أكثر من كونهما أحباء. فإذا كنت زوجا فيمكنك أن تثني على زوجتك بعدة وسائل كي تكسب صداقتها. فمثلا لو كانت قهوة الصباح جيدة الطعم فأعرب لها عن إعجابك بصنعها، وحتى لو لم تكن كذلك فأخبرها بإعجابك على كل حال، وكن كريما في ثنائك، ولا تنتظر حتى تأتي هي بعمل طيب كي تثني عليها.
أثني عليها لطهيها الشهي وتدبيرها للمنزل ومظهرها الجذاب وتسريحتها الرائعة. إن كلمة بسيطة مثل شكرا من الممكن أن تكون بمثابة دفعة قوية للروح المعنوية لربة المنزل منهكة القوى. وإذا كنت الزوجة وأردت لزوجك النجاح في عمله، يمكنك أن تساعده على ذلك من خلال مجرد الثناء على إنجازاته، فالثناء يملأه ثقة بنفسه ويمنحه الحماس لتحسين أدائه، والثناء عليه في كل صباح قد يملأه إيماناً بأنه قادر على حل المشكلات التي تواجهه. وتأكد من أنك تستخدم الثناء ولا تستخدم المداهنة أو التملق، فشتان بين هذا وذاك، فالمداهنة هي الكذب، ولا يجب أن تشتري الصداقة بعملة مزيفة، لأن الآخرين يمكنهم ببساطة أن يكتشفوا زيفك على الفور. وهناك وسيلة سهلة تمكنك من معرفة المداهنة من الثناء الصادق، فالمداهنة غالبا ما تكون ثناء على الإنسان لشخصه، أما الثناء الحقيقي فهو تهنئة للفرد على عمله ولا على شخصه. فإذا قلت لأستاذك إنك أروع مدرس تعاملت معه، فهذه مداهنة. وإذا قلت له إن المحاضرة التي ألقيتها اليوم كانت رائعة، فهذا ثناء حقيقي. وإذا قلت لسكرتيرك إنك أجمل سكرتيرة في الشركة، فهذه مداهنة. أما إذا قلت لها إن كتابتك على الآلة رائعة حقا وخالية من الأخطاء بشكل يجعلني لا أتردد في التوقيع على المراسلات دون مراجعتها، فهذا ثناء حقيقي. وكما ترى فالمداهنة غامضة ومحيرة وغير متضحة المعالم، وهي تفتح الباب للتساؤلات أمام الشخص موضع المداهنة. فتلك السكرتيرة التي تقول لها إنها أجمل سكرتيرة في الشركة تظل تتساءل هل كان المدير يعلق على أسلوبها في العمل أم أنه يغازلها. أما الثناء الحقيقي فلا يسبب أي نوع من الإرباك. وليس هذا فقط، فعندما تثني على شخص من أجل عمله وليس لشخصه، سيضطرك الموقف إلى البحث عن شيء تثني عليه فيه، وهذا يدفعك بالتالي إلى البحث عن الجوانب الإيجابية فيه بدلا من السلبية. والثناء الحقيقي يحتاج منك لقدر من التفكير والجهد، ولكن الأمر سوف يؤثي ثماره على المدى البعيد. احرص على الثناء على الآخرين وسوف تتمكن من بناء صداقات قوية ودائمة. العثور، عنوان آخر، العثور على قاسم مشترك مع الصديق. إن صنع صداقة دائمة من علاقة عابرة يعتمد على فرصة تجاذب أطراف الحديث مع الآخرين بصورة منتظمة على أساس من المودة والتركيز على العناية بحاجاتهم ورغباتهم ومصالحهم. إن العديد من العلاقات الاجتماعية لم تقم في إطار العمل فقط، ولكن أيضا في إطار الحصول على عضوية في منظمة أو الانتماء لجماعة ما، وقد تكون العلاقة سياسية أو رياضية أو دينية، وقد تكون العلاقات من خلال عضوية مشتركة في ناد واحد. ومهما كان شكل العلاقة فلا مفر من أن هناك مصلحة مشتركة مهما كان نوعها. وأفضل طريقة لإيجاد القاسم المشترك للصداقة هو الاهتمام الفعال بالأنشطة التي يحلو للآخر القيام بها. فإذا كان مهتماً بكرة اليد فحاول أن تتعلم تلك الرياضة وأن تطلع على قوانينها وبطولاتها وأشهر لاعبيها، وحينها ستتكلمان نفس اللغة وتشعران بالراحة المتبادلة. وبغض النظر عن الطريقة التي تتبعها، فإياك أن تقع في الخطأ الفادح
الذي وقعت فيه، يقول المؤلف يتحدث، يقول: وبغض النظر عن الطريقة التي تتبعها، فإياك أن تقع في الخطأ الفادح الذي وقعت فيه أنا منذ سنوات عدة، حين كانت تنقصني خبرة التعامل مع مشاعر الآخرين. دعاني وقتها رئيسي في العمل لأمضي بصحبته بعض الوقت في النادي، واقترح علي أن ألعب معه شطرنج، لكنني رفضت متعللا عدم إجادتي لها، فأبدى حمته لأن يعلمني إياها، لكنني أصررت على الرفض. وحين سألني عن السبب، قلت له رأيي بأنها لعبة مملة، وأنا أسخر من أولئك البلهاء الذين يقضون الساعات أمام تلك اللوحة الخشبية دون حراك ودون أن يصيبهم الملل. بالطبع، وكما تتوقع، لم أجد مبررا لتأخر ترقيتي وحرماني من الفرص التي اغتنمها زملائي الأقل قدرات مني، غير هذا الموقف الذي اعتديت فيه على مشاعري ذلك الرجل بالإهانة حين أسأت إلى لعبته المفضلة. إن العثور على القاسم المشترك يحتل أهمية كبرى بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يتقاعدون وينتقلون للعيش في مكان جديد، فقد اختفت صداقاتهم القديمة التي عاشوا في كنفها طيلة حياتهم، ولم تعد هناك فرصة للقاء الناس في بيئة العمل لتكوين صداقات جديدة كما كان متاحا لهم في الماضي. ولكن إذا أردت أن تعقد صداقة مع جيرانك المقربين بدلاً من الاكتفاء في علاقتك بهم بالمعرفة العارضة، يجب عليك أن تكتشف اهتماماتهم والأمور التي يحبون القيام بها لكي تتكلم بلغتهم وتشاركهم نشاطاتهم. عنوان آخر: يجب عليك أن تتقبل الآخر في على علته. إن قبولك لصديقك على علته، كما يقول المثل المصري، لا تقتصر فوائده على صنع أساس متين لصداقة قوية فحسب، وإنما يعد أحد أسرار الزواج السعيد الناجح أيضا. فإذا أردت أن تكون لديك القدرة على قبول الآخر على حاله، فركز على جوانبه الإيجابية وتغاضى عن عيوبه. إننا جميعا مشوبون بعيوب بشكل أو بآخر، فلا يوجد إنسان خال من العيوب، لأن الكمال لله وحده والعصمة للأنبياء. وإياك أن تنتقد شخصا ما إذا أردت أن تكون قادرا على تقبل عيوبه، فالنقد يعتبر وسيلة سريعة لتدمير علاقة الصداقة. فإذا قلت لشخص ما أنه مخطئ في كذا، أو أنه لا يجب أن يفعل هذا أو ذاك، فإنه سرعان ما سيتأهب للدفاع عن نفسه ويستاء من تعليقتك مهما كانت حسنة النية. وإياك أن تحقر من شأن الآخر، لأن هذه وسيلة ملتوية للنقد. فمثلا، يكون من المحرج جدا أن يقوم رئيس العمل بالاستعراض أمام العاملين بإنجاز العمل بشكل أسرع أو أفضل في سبيل توجيه النقد لأحدهم. ولكن إذا كنت أحد رؤساء العمل وأردت توجيه النقد لأحد العاملين، فأنت لست مضطرا لإثبات وجهة نظرك على هذا النحو، ويكفي أن تشرح كيفية أداء العمل لهذا العامل بدلا من إذلاله بهذا الشكل. فمن المهم لكرامة الفرد أن يكون قادرا على أداء عمله بكفاءة من تلقاء نفسه، وإذا قصدت لأداء العمل أمامه بصورة أفضل منه، فأنت بذلك تدمر احترامه وتقديره لذاته، وبدلا من أن تساعده على تلبية إحدى رغباته الأساسية، فإنك بذلك تحرمه منها. عنوان آخر: تجنب الجدل والخلافات. كما قلت من قبل، فإن أفضل وسائل تجنب الجدل والخلافات هو تجنب نقد الآخر. ولكن هناك أوقات سيغضب منك الآخر لأي سبب،
فهناك طرق للتعامل مع مثل هذه المواقف. عندما يغضب منك شخص ما، فبإمكانك أن تنتقم لنفسك وتغضب أنت أيضا، أو يمكنك أن تقاوم تلك الرغبة وتبدأ في الحد من ثورته. فإذا اخترت خيار الانتقام وهو ما يرغب فيه الآخر أو يتوقعه، فستفقد السيطرة على الموقف، وقد يزيد الموقف سوءا، ولن تحقق أي شيء أبدا لو فقدت السيطرة على أعصابك أيضا. ولكن ماذا سيحدث إذا اخترت الخيار الثاني ولم تواجه غضبه بالمثل؟ هل هذا إعلان منك بفوزه؟ كلا بالطبع، إن الوقت الوحيد الذي يمكنك أن تشعر بالانتصار فيه هو عندما لا تفقد السيطرة على أعصابك وتنتقم. إن الأمر يتطلب طرفين لبدء العراك، وعندما تتجنب الوقوع في فخ الغضب ستجد أن غضب الطرف الآخر سيخمد ببساطة. إن أفضل الوسائل لإخماد ثورة الآخر على الفور وتجنب الخلاف معه هو الاستجابة بأسلوب ودي وحميم. حافظ على هدوئك ولا تتلفظ بشيء لبضع دقائق حتى ينفس عن غضبه، وبعدها قابل غضبه بهدوء ولين. ذلك لأن هناك حكمة تقول إن الكلمة الطيبة كالماء الذي يطفئ لهيب الغضب. وهذه نظرية صائبة، فإنك إذا استخدمت نبرة صوت هادئة فإنك لن تساعد بذلك على تهدئة الآخر فحسب، ولكنك سوف تحول دون إثارة ثائرتك أنت أيضا. وإذا ابتعدت عن الغضب وتحريت الهدوء في كلامك، فسوف يدرك الشخص الثائر أنه الوحيد الذي يصرخ، وهذا سيشعره بالحرج والارتباك، وسينتابه الإحساس بالخجل من نفسه والرغبة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح مرة أخرى بأسرع ما يمكن. كما أن مظهرك الهادئ سيضفي عليه مظهر الهيبة ورباطة الجأش وقوة الشخصية. يمكنك أن تستخدم تلك الحقائق التي يقررها علم النفس التطبيقي للسيطرة على مشاعر الآخرين وإطفاء لهيب غضبهم وتهدئة الموقف. فعندما تجد نفسك في موقف على شفا الخروج بك من نطاق السيطرة على الأمر، تعمد أن تخفض صوتك، وهذا يشجع الطرف الآخر على أن يخفض صوته أيضا. وإذا تحرى الآخر الهدوء واللين في كلامه، فسيكون مستحيلا أن يظل ثائلا ومتوترا لفترة طويلة. بهذا أعزائي الكرام أتوقف عند هذا الحد، في انتظار استكمال قراءة كتاب سحر الكلمة للدكتور إبراهيم الفقي. انتظروني في الجزء الرابع والحلقة الرابعة، وإلى اللقاء والسلام عليكم.